ظل هذه الأزمة التعليم عن بعد هو أفضل خيار. بالنسبة لتقييمي التعليم عن بعد جدا جميل وكويس ومن أفضل الحلول اللي متاحة. الأفضل لأنه يكون تعليم يعني موضعي، أفضل من يكون موضوع التعليم عن بعد. ملاحظة الاستيعاب الطلاب خاصة الصف الأولية يعني متأثرة جدا، لكن التعليم للمراحل المتقدمة زي الجامعية ومراحل الثانوية عندهم استيعاب أفضل من التعليم الابتدائي للطلاب. طبعا أنا أفضل الدراسة تكون في المدرسة أفضل، يكون في تجاوب مع الأستاذ. بالنسبة لأكثر فئة الابتدائي اللي هي من أول ابتدائي لثالث ابتدائي، لأن هما تأسيس، أحس الكلاسات عن بعد هدر طاقة المعلم، يعني أحسه بيتعب كثير بين يقفل المايك يا ولد الأستاذ، فمرة صعب صراحة. والله طال عمرك أني أنا مع الدراسة عن بعد، لأن فيها فائدة يعني أقل تكلفة، وأنها يعني في ظل الجائحة هذه شوفها أفضل شيء. هذه حاجة طيبة أن الدراسة تكون عن بعد عشان أطفالنا وعشان عيالنا وعشان إن شاء الله أن ربي يفكنا من الأزمة هذه ونرتاح. يعني كل المسؤولية صارت على الأهل أكثر من المعلم، ففيها مسؤولية. يعني بالمدرسة كان التعليم يعني منظم أكثر، ساعات التعليم منظمة أكثر، يعني في وقت للدراسة من كذا لكذا، بس هلأ صار أصعب، صار الوقت مفتوح أكثر عند الطلاب، يعني صار في يعني التهاء أكثر وألعاب أكثر. ف يعني أنا بالنسبة لي بعتقد إن التعليم بالمدرسة أفضل. هو كفائدة يعني إنه سهل يمكن موضوع شوي، موضوع إنه الأهالي يضلوا خايفين على أطفالهم، وكمان إنه وجودهم إقبالهم بالبيت. ممكن هاي الخطوة كتير سهلت على الأهالي إنه روحت المدرسة وجاية. ممكن إذا تنظم الموضوع أكثر لمستقبل يكون كمان أفضل من المدرسة، بس إذا قدروا يعني حطوا ضوابط أكثر الموضوع يسهل أكثر من هيك.